وقالوا كمان غسيل أموال. ده اللي اتقال على صفقات الأهلي. وهنا عايزين يا جماعة نتكلم للأهمية القصوى أرجوكم في ثلاث نقاط مهمين. الأهلي عمل الماركاتو بتاعه من غير ما يزاحم حد ولا يضايق حد ولا يرخم على حد ولا ينتقد صفقات ولا يرشم ورا ولا يمشي ورا حد ولا ماشي ورا حد ولا انتقد صفقات حد. هتولي كلمة واحدة لمسؤول في النادي الأهلي أو لاعب أو مدرب أو حتى هنا في البرنامج أو أي برنامج في القناة، حد انتقص من شأن عمل الآخرين وعلى رأسهم نادي الزمالك الكبير. سمعتوا حد، سمعتوا كابتن الخطيب أو المهندس عدلي أو الجهاز أو أنت. أي برنامج أو أنا أو أي حد، حد فينا طلع أساء للاعب انتقل للزمالك؟ سمعتوها؟ ولا علق على صفقات الزمالك حتى؟ سمعتوا الكابتن الخطيب بيعلق على أي صفقة للاعب راح نادي الزمالك؟ سمعتوا أي إساءة؟ اللي سمع يقول لي، واللي ما سمعش يسمع الفيديو اللي جاي. يكون عيل قال لك 9 مليون والواد الثاني جاي من طوري ب 11، يعني قال لك لا 10 10 لا 6، ويجي رئيس نادي العين المحترم يقول لك كنا ماشيين الولد دول مجانا. أنا ما سمعتش كلمة كنا ماشيين الولد ده مجانا. كل اللي سمعته إشادة بحسين و العيل. أه؟ العيل. ما هو كل واحد كان عيل. وكل واحد بيكبر. عم يقول الكبر إيه دي؟ يعني عيل ولا كبر ولا إيه؟ العيل بقى في السلوك. العيل في سلوكه. عيل في سلوكه. انما انت ممكن رمضان كان راجل وهو بيكلم الكابتن الخطيب راجل عنده 10 سنين صحيح تشعر بالرجوله والرد اللي على السؤال في مكانه صحيح هو دي الرجوله. الرجوله انك تاخد موقف وتحب حاجه وتضحي عشانها وما تبقاش متناقض مع ذاتك ولا كذاب مع نفسك لا ده انت صادق الى يا اخوانا. انت عيرته الشحات قبل كده بفقره كلام جميل طلع افتخر بفقره. طيب الغلبان اللي هو شاف هذا الفقر اللي بيقول لك ساعات ما كنتش بتعشى ها لم يضحي بالفلوس ليه؟ مش هتبقى الفلوس كل حلمه؟ ها المفترض تكون كده. ها حاططها تحت سوري يعني اخر حاجه في اهتماماته. لان اللي جاله هو عنده رضا رباني من عند ربنا مديله ميزه يا رب تكون فينا في ولادنا عنده رضا وعارف ان اللي جاله واللي جايه اكتر من اللي كان بيطلبه متوقعه. اه يقدر كان ياخد اكتر من كده كتير بس مش على حساب احلامه. هذا رجل يشتري احلامه بالمال. ما اهتمش فما لا يعيبه انك تقول عليه عيل او فقير او غلبان او اسمه الشحات. شحات ايه ده؟ الشحات ده هو اغنى الناس. الشحات ده اغنى الناس. حسين الشحات ده عمل دروس، عمل دروس في احترام النفوس، عمل دروس في القيم والاخلاق، عمل دروس في المصري الاصيل المحترم. وترتيب الماده في حياته ايه؟ انه يتنازل وانه يضحي وانه ما يجريش ورا اموال الخليج قصاد حبه وقصاد رغبته وقصاد يعني حرصه على انه يكون موجود في نادي كبير. اللي عمله حسين الشحات ده يعلمكم كتير والله، يعلمكم كتير بجد. في عفة النفس وفي الرضا وفي القناعة وفي الاحترام واحترام الذات حتى في التعامل مع الآخرين. ده درس. هو يا أستاذ إبراهيم لما غيرنا يعمل صفقات تصل إلى 400 مليون جنيه باعتراف أصحابها يعني حد فينا اتضايق ولا اتكلم ولا قالهم يعني ما حدش علق على هذا. يعني النهارده انت عندك حاجات انا مش حاسبك مش حاسبك حاجيلك. لكنه حتى قيمه حسين الشحات في انه يتمسك ويتنازل عن 750 الف دولار واحنا مضطرين نقول الرقم عشان الناس تعرف قيمه العيل او مين العيل اللي تنازل عن كل ده.
ايه الجوهر المصري المحترم الاصيل اللي احنا بندعو كل اللعيبه تكون زيه، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه الاسماعيلي في ارتباطها بانديتها تاخد هذا اللاعب قدوه بجد، اما تضحي بكل ده في القناعه في الاحترام، اما تضحي بكل ده مش بتضحي عشان حاجه اهم طبعا وحاجه اغلى طبعا، هو حط الاهلي وجمهوره في الحته دي في القيمه دي بس. فده الدرس اللي احنا بنوجهه لكل الانديه ولكل اللعيبه، حب ناديك، اتمسك برغبتك، لما يبقى الهدف الاول والاخير عندك هو الماده زي هؤلاء مش هتبقى في حياتك في قيمه، صدقني مش هتبقى في قيمه. لكن لما نكذب ونقول اصل نادي العين رئيسه قال هنمشيه ببلاش فالاهلي راح جابه ب 150 مليون وبرضه مش عارفين جايبين من الرقم 150 وماشيين فيه، جابوه منين ما اعرفش، لكن ليكن جابوه بفلوس يا سيدي. بس نفس اللي حصل يا استاذ ابراهيم في اكوتي خلصناه ب 5.5 مليون اصرار انه ب 13 مليون ولحد النهارده لو سالته يقول لك راحوا دفعوا فيه 13 مليون هتعمل ايه؟ خلاص اتحور. فيتقال انه لا ده الاهلي كده عمل مصيبه سوداء، عمل مصيبه. الاهلي راح اشترى لاعب قالوا ب 150 مليون كان ناديه هيسيبه ببلاش. ايه السفه اللي الاهلي تعامل بيه ده؟ ايه اهدار المال العام ده؟ دلوقتي مال عام، من شويه كان مال قطر. برضه هتلاقوا لو ركزتوا هتضحكوا كتير. لكنه اوكي. العين الاماراتي كان هيسيب اللاعب ببلاش، فليه الاهلي راح جابه بفلوس؟ وقال رئيس نادي الزمالك اللي قال كده رئيس نادي العين. فيطلع رئيس العين او مسؤول نادي العين على تويتر بكل صراحه ووضوح، التويتر اللي جبناها لكم الاسبوع اللي فات، لكن الاسبوع ده توقيتها، السيد غانم الهاجري رئيس شركه نادي العين بيقول حسين الشحات اللي هم كانوا هيسيبوه ببلاش اللي الاهلي راح اشترى ابو بلاش ب 150 العيل. بيقول فيه السيد رئيس شركه نادي العين: حسين الشحات جسد اروع معاني العشق والانتماء خلال مرحله المفاوضات مع الاهلي عندما سطر واحده من اجمل القصص المرتبطه بدروس الوفاء من خلال الرغبه والتضحيه، خصوصا عندما اكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل للاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف. شوفوا رئيس نادي أو رئيس شركة نادي العين بيقول لك الراجل جسد أروع معاني الانتماء والحرص على الوفاء أن هو يحقق غرضه وأن المال ما كانش من أولوياته. شيك. ممكن يعني أتوقف في حتة صغيرة سعيد وفخور أنه في شاب مصري يقيم من الأشقاء في الخليج بص أنه المال بقيم. مش من أولوياته. راجل لعب ولعب فاينل كاس العالم للانديه ولعب اساسي وجاب جولين واتلغى له جول يعني كان لاعبا مؤثرا في وصول فرقته الى النهائي. هل ده اللاعب اللي كان هيتسمي ببلاش؟ هو بقى عايز ايه؟ ما هو الذكاء هنا يقول لك ما هم جابوا لعيب اجنبي. ايوه لان ادركوا ان الراجل ده خلاص مصر يروح الاهلي. انت فاهم؟ لو هو هيقعد كان هيستمر كده، وهو كانت المفاوضات كلها عباره عن كده، احنا مش هنسيبه غير لما نلاقي البديل، احنا ما نقدرش نسيبه لان البديل هيكلفنا جامد جدا. طيب الكلام على انه هو الاهلي راح جابه بالمبلغ ده العين كان هيسيبه ببلاش، بس كمان ما هو ده حسين الشحات اللي كان اتعرض عليكم من سنتين لما كان في المقصه وكان المفروض تجيبوه ب 10 مليون وما جبتوهوش، ليه رحتوا جبتوه دلوقتي ب 150؟ فده اهدار مال عام. الامور في الكوره ما تتقاسش كده، لانه ده مش تسعيره لحاجه صلبه جامده. ما هو يمال قطر يمال عام يمال غرق. واحده من التلاته، يمال قطر يمال عام يمال غرق. طيب لما نقول انه ده اللي كان من سنه فاتت او من سنتين ب 10 مليون، ليه جبتوه دلوقتي؟ اولا الواقعه ممكن تكون صحيحه واكيد صحيحه، بس كمان الاصح منه انه سعر اللاعب وفقا لمستواه واحتياجات الانديه اللي بتجيبه والحاله اللي هو فيها متغير، والا لو حبيتوا نفتح الدفاتر مش هنخلص على حجم الصفقات اللي جت لنادي الزمالك ولكل الانديه بارقام كبيره ومشيت ببلاش. يا استاذ ابراهيم ببلاش احنا اشترينا فلافيو
ب 200,000 دولار وبعناه بعد 5 سنين من العطاء والبطولات ب 2,750,000 يورو. هو اللعيب مش بيتطور؟ اللعيب مش وبعدين يا سيدي الفاضل، حد قال لك انت ليه ما جبتش ساسي ها وهو بمليون دولار ورحت جبته ب4 مليون مليون؟ طب وليه هتقول كده؟ يورو. الزمالك راح جاب محمد مجدي من المصري ب6 مليون، وجاب الشامي من انبي ب11 مليون، 6 و11 17 مليون، واداهم للاسماعيلي عشان يجيب ابراهيم حسن ويدفع عليهم فلوس. حد قال ازاي كده؟ مش من حقنا، شأنه مش من حقنا صدقوني. لو انشغلنا ولا نقدر نقول جاب مايوكا الذنب بكام وسابه ببلاش، جابه ب 11 مليون وسابه ببلاش، برضه هذا امر لا يعنينا، بس احنا بنضرب مثل. وقبليه اجوجو وقبليه يعني خد كتير، خد كتير على الاقل. لو عملت احصاء في ال5-6 سنين الاخيره الارقام هتخض وهتضحك. ورغم هذا لكن ليس من شأننا، لا شغلانتنا ولا شأننا، وايضا مش من شأنه كمان، هو مش من شأنه ان تطلع تتهكم على لاعب، تصفه بالعيل، تتكلم على مجلس إدارة لنادي محترم بهذا الشكل في كل مناسبة، في نوع من الإساءات غير المفهومة الحقيقة. لأنه يا جماعة إحنا بنخاطب جمهور، التبرع بالإساءة، إحنا بنخاطب جمهور، مفيش مبرر، مفيش حوار، مش ردا على شيء بالضبط، مش في سبق واحد. أنت في حتة وإحنا طول عمرنا في حتة تانية. خلاص، حتى لما كنا بنتسابق على صفقات الصيزبر عمرنا ما قلنا علمنا وعملنا وسوي، ده شيء مش من الفطنة انك انت تنشغل عن اهدافك الرئيسية وهيبتك وكرامتك انك تقعد تناقش امور زي دي. طيب زمالك جاب صفقات ما تعرضناش ليها، ما تكلمناش باي اساءة لاي صفقة، ما طلعناش عملنا حلقه وجمعنا عدد الصفقات وفلوسهم، ولا قلنا اللي فات راح فين. لو جت سيره بنقول ده كويس من حقه يدعم ومن حقه يجيب، يعني ده حق مشروع، لكنك تسمع ان صفقات الاهلي يتقال عليها كده؟ لا. خش بقى على الكوره شويه، تمام؟ تصور، ما انا بقول للجمهور، الجمهور الزمالك، ياسر ابراهيم اللي هو كان بيلعب في الزمالك وراح مسموح، دي قضيته قضيه، ده بمليون جنيه، ده قضيته قضيه. الاهلي عرض 40 مليون جنيه على ياسر، زائد ثلاث لعيبه، لا على سموحه، على سموحه بمليون جنيه على ياسر بس. ده بقى غسيل اموال وشغل بقى غريب قوي. ياسر 40 مليون جنيه زائد ثلاث لعيبه لسموحه، ها، والواد هربان دلوقتي. هربان ليه بقى؟ رجعنا بقى تاني، ما هو لو مع الزمالك ما كانش هيحصل كده. رجعنا بقى للشغل بتاع القيع زمان، والخطيب بيهربوا اللعيب ويقعدوه مش عارف مش موجود، مختفي وغير. بس انا معلوماتي انه موقع نادي الزمالك. ما هو طبعا هو موقع نادي الزمالك، ومش هيقدر يروح، ما يقدرش. والمستشار مصطفى منصور طلع فيديو نزل على الموقع الرسمي وقال له ان انت لو رحت النادي الاهلي هشطبك، لان هو وجاب العقدين، عقد الرغبه وعقد اتحاد الكوره، وموقع عليهم وواصل. خلاص الموضوع انتهى، تمام؟ انتهى. لكن انا اعرض 40 مليون جنيه، انا اجيب فلوس دي منين؟ 40 مليون جنيه وثلاث لعيبه، خد بقى الادهى ان اصلا الاهلي هيلعب مع سموح. احنا بنقول اللي طبعا يعني بنقول لجمهور اسكندريه، ادي النادي الاهلي وادي مبادئ النادي الاهلي، ادي الاهلي وادي مبادئ النادي الاهلي، ان انا اخطف لعيب واخبيه واخليه يوقع واعرض 40 مليون جنيه واعرض ثلاث لعيبه. خلي بالك دي مش جديده، ما هي مش جديدة، ولكن بدأت تتكرر تاني مع أندية أخرى. ولكن ما مش ممكن تتعمل مع الزمالك. ده طبعًا. صعب جدًا إن هو جه يعملها مع الزمالك. الزمالك رد. خلاص رد بقى وخلاص، هو اتعلم الدرس كده. خد القرصة كده اللي هيلدغ مرتين، مش هيلدغ، خلاص مش هيقدر يعملها تاني، لأن لو عملها تاني هو عارف هيحصل إيه. فاللي بيحصل ده يعني بردك بقول لك يعني شيء يعني شيء من البلطجة، شيء من يعني أعتقد إن أنا عندي إن المهندس فرج عامر سيكون له موقف في هذا. وشر البلية ما يضحك. الأهلي إزاي يفاوض ياسر قبل ما تشوه المفاوضات كانت مع رئيس النادي. طيب هو الأهلي ما اداش عمرو بركات؟ طب ده الأهلي احترم
وما رضاش يصر على انه يؤيد ياسر ويلعبه قدام سموحه، ها، في حين ان عمرو بركات لعب قدام الاهلي وكان ابرز اللاعبين. صحيح. يعني انت موديه جاهز على الملعب. اه ممرنه اخر تمرين عندي. خير ان شاء الله، تسمي دي ايه؟ لكن كمان انك تقول غسيل اموال وبلطجه، لا، لابد من وقفه. لابد من وقفه، وهنا كلام يضحك. لا، عمره ما هيقرب. الاسد لا يلدغ، مش هيقدروا. طب وياسر فين دلوقتي؟ وياسر فين؟ ده ياسر في قائمه الاهلي. ده ياسر كان على الدكه الماتش اللي فات. طب وفين العقد؟ ما طلعش ليه؟ هو مين كده اللي غلطان؟ وبعدين ياسر ابراهيم اللي راح للجهاز الفني وراح لرئيس النادي ويقول له اديني فرصه اروح للاهلي ويتنازل، هو ده اللي كان مستخبي؟ هو الاهلي اللي اللعيبه بتتنازل له على كتير من المستحقات عشان تيجي للاهلي محتاجه الاهلي يخبيها؟ استاذ ابراهيم ده هو عمل حاجه مش واخد باله منها. طلع ورق كده وقال لك ادي عقده وادي مش عارف ايه. هو انا لما اتفاوض مع رئيس النادي عشان اخد لعيب باجرام، لكن لما مضي لعيب من غير اداره نادي ما تعرف واطلعها على الهوا، يبقى ده التصرف السليم؟ ايه التناقض ده؟ ايه التناقض ده اصلا؟ ويطلع المهندس فرج عامر معانا ويشكر الاهلي على رقيه في المفاوضات ويأكد على ان العلاقه طيبه جدا وانه الامور مشت في منتهى السلاسه والاحترام. ده سمعتوه في ملك وكتابه. واحنا لما كنا في صفقه طارق حامد الاهلي وصل 7 مليون وهو خده ب 8 مليون، ولا حد جاب سيره هذا الكلام يا استاذ ابراهيم، ولا حد ناقش انت عملت ايه وجبت فلوسك منين، ولا يعنينا الامر. خلاص احنا عملنا بيدنج وانت زودت عليا وخدت لعيب، نفس الشيء عنتر، واخد بالك؟ ما هو ما ينفعش ان انا عاملك بهذا الاسلوب، ها، الراقي جدا، ويكون ردك باستمرار عليا من غير ما اكلمك في حاجه. هذا الاسلوب ما هو مش مقبول، لا انت ولا الاعلام اللي قاعد دلوقتي في سباق في الاساءه للنادي الاهلي ورجاله. سباق محموم للاساءه للنادي الاهلي ورجاله. واحنا هنا ما جبناش سيره حد خالص. لا اللي بيسيء، حتى لان انت عارف طول عمرنا قايلين الشخصي بنتجاوز فيه. صحيح. لكن خطورة المسألة يا جماعة إن أنت تتهم نادي كبير عريق بقيمة النادي الأهلي إنه بيمارس نوع من غسيل الأموال. دي جريمة. أنتوا مستسهلين الألفاظ. دي جريمة يحاسب عليها القانون، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. والله أنت بتفكرني بحاجات، معلش أنا بضطر أقطعك. غسيل أموال، هو أنا فلوسي منين؟ من بريزنتيشن؟ ها؟ الراعي بتاعي. اه و و و و و و قبليها كان من صله. ها، و يعني مواردي معلنه ومحدده. هو فلوس منين بقى باذن الله؟ الفلوس غسيل الاموال دي جت منين؟ اصل الراعي بتاعه والراعي بتاعه. اه ما يقدرش بقى هنا يروح ويجي. اه ولا ايه؟ صحيح. ها، اذا كان برزنتيشن اداني قيمتي انا بشتري بيها لعيبه، عندي اولوياتي ان ابني فرقتي دلوقتي. دون التقصير في حق عضو النادي الاهلي اللي كل يوم بيشوف انجاز داخل النادي الاهلي غير مسبوق في كل المقرات. ادي بقى هنا الاداره، يا اللي بتتكلموا على الاداره، هو دي الاداره، انك تمشي في جميع المسارات بمواردك وباقتصادك بمواردك وبقيمتك التسويقيه بمواردك. يا عم المواردي لازم انت ترجع تفتكر اللي قاله الأستاذ خالد الدرندلي واللي بيتحدى به الأهلي كل متجاوز. تمويل صفقات النادي الأهلي من حر مال النادي الأهلي. كل ما تم دفعه لجلب هؤلاء اللاعبين خرج من حسابات النادي وبتحويلات بنكية من نادي بنكي أو من بنك وطني. محدش استلم قرش في إيده ولا حاططها في خزنة. من بنك وطني، بنك مصر. والاهلي دايما مرحب بكل الجهات الرقابيه بمنتهى الوضوح والشفافيه والاحترام، تعالوا اطلعوا على الحقيقه وشوفوا. وده حصل واتقال. لكن يتهم الاهلي انه منين جاب الفلوس؟ جبت الفلوس دي منين؟ زي ما الراجل بيقول، جبتوها منين؟ الاهلي جابها منين؟
طب ما تشوف الكابتن اسماعيل يوسف في صفقات الزمالك الكبيره جابها منين؟ الزمالك بدون مواقف المستشار تركي الشيخ الفتره اللي فاتت في الصفقات او المساعده او العلاقه الطيبه مع المستشار مرتضى منصور كانت ممكن الامور تفضل زي ما هي عليها كده ولا كانت هتبقى صعبه؟ لا هو نادي الزمالك طبعا في نقطه مهمه يا سيف، يمكن احنا الحمد لله الموارد في نادي الزمالك يعني نقدر نجيب صفقات بس مش بالكواليتي ده. يعني لان طبعا المستشار تركي آل الشيخ طبعا ليه كل التقدير والاحترام ما فعله لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك في صفقات من العيار الثقيل زي كروس وزي النجاز وزي اساسي طبعا. لا يعني مبالغ كبيره يعني كان هتبقى في مشكله بعض الشيء في تمويلها، ممكن تجيب صفقه منهم او اثنين انما مش هتجيب المجموعه دي لان دي لو مبالغ ال 4 مليون يورو لنادي الناصر عشان تجيب ساسي 2 مليون ولا مليون و600 بالنسبه للنجاز 2 مليون يورو بالنسبه للجروس مبالغ كبيره. يعني ممكن ان احنا كنا نستقطب صفقه او اثنين منهم لكن ما نقدرش نعمل كل. فطبعا اللي حق علينا ان احنا نشكره المستشار تركي لانه دعم نادي الزمالك وواضح ان التدعيم دوت جاب اه طبعا لان نوعيه اللعيبه اختلفت يعني وده اللي دخل لنا برضو كفكر كوره ان احنا نفكر دايما ان احنا نجيب اللعيبه اللي هي الدوليه اللي عندها شخصيه اللي تقدر ترفع من مستوى بقيه المجموعه. هل عبد الله السعيد لسه على راداركم؟ انا اتمنى طبعا. اه لعيب كبير، انا يعني فنيا انا بحب لعبه جدا جدا جدا. يعني لو حصل جلسه مع المستشار تركي آل الشيخ وطلبوا لعيبه من نادي الزمالك وانتوا اخذتوا حد من بيراميدز؟ طبعا ممكن أو ممكن يكون عبد الله اول واحد. ما عنديش مانع خالص انا بالنسبه لي يعني خالص يا ريت. ما عندكش مانع؟ لا لا خالص، هو لعيب كبير. جبنا حاجه من عندنا؟ قلنا حاجة؟ حددنا أرقام؟ سألنا الاسترليني بكام واليورو بكام والدولار بكام؟ وثلاث لعيبة أو اثنين لعيبة ومدرب يعملوا لهم 7 مليون يورو و600؟ قلنا ده لا غسيل ولا طبيخ؟ حد اتكلم؟ خالص. ربنا يهني كل الناس، ربنا يوفق كل الأندية، ربنا يسعد كل المصريين. مش طريقتنا ولا هدفنا ولا ده بيشغلنا خالص، بس لما يبقى الوضع بالشكل ده ومحدش سألك بس واضح انها مدرسة ومحدش ناقشك، يبقى الاهلي اللي بيظهر ارقامه في العلن وبيقول انه تدعيماتي من حر مالي ومن مواردي ومن ميزانيتي يتم التقول عليه جهارا نهارا باستسهال الاتهامات الخطيرة ديت، ومحدش بيتكلم، محدش بيتكلم خالص. سمعتوا الكابتن اسماعيل يوسف بعظمة لسانه وهو بيتكلم على التدعيمات ومصادرها وشكره للسيد تركي آل الشيخ. الناس حرة مع بعضيها، بس الأهلي ماله؟ الأهلي ماله عشان تضغطوا على جمهوره بكل هذه الإساءات؟ ما كل واحد يحترم شغل الآخر ويمشي في طريقه ليه؟ كابتن طارق يحيى بمناسبة عظمة اللسان بقى وبمناسبة ياسر إبراهيم، كان له تصريح الكابتن طارق يحيى كمدير فني لنادي سموحه على انه الاهلي تفاوض مع ياسر ابراهيم قبل مباراه الاهلي مع سموحه. نسمعه. حاولت تقنع ياسر ابراهيم بتغيير الوجهه من الاهلي للزمالك؟ ما اكذبش عليك، انا قلت الكلام ده اعلنته يعني بس مش تغيير الوجهه. خلي بالك هو الولد كان في الاول زمالك وخلاص احنا متفقين على الزمالك، الزمالك ما طلبوش قوي فاهمني؟ يعني المستشار طلع في مكالمه هاتفيه ما دس قوي يعني، قال لي ازاي انا ابيع؟ وقال لي والله هو عنده حق، يعني واحد بايعه بمليون او واخد مليون جنيه من سموحه هيبيع يشتريه ب 30 مليون؟ ما هو الراجل برضه خلي بالك يعني هو بيتكلم صح، وامير مرتضى قال لي نفس الكلام. وبالتالي الموضوع تحول النادي الاهلي، النادي الاهلي ضغط على ياسر، وانا هنا برضو معلش يعني مع احترامي الشديد للنادي الاهلي ما ينفعش انا اكلم لعيب وانا عندي ماتش مع الاهلي اربع ايام بعد اربع ايام وخمس ايام فاهمني؟ يعني انا اتكلم اداره النادي الاهلي اتكلمت مع ياسر ابراهيم وانا عندي ماتش مع النادي الاهلي فخرج الولد بره الجيم، الولد بقى جه عمل بقى ايه؟ لا فانا طردته من الملعب. ف
فاهمني، واتكلمت معاه بشده فاهمني، لان هو بيتكلم في حاجات غريبه. طب انا عندي ماتش يا ابني، طب العب الماتش. يا كابتن طارق، ما هو لو فتحنا الحته دي مش هنخلص، مش هنخلص عند مدربين بيقولوا وهم بيلعبوا الزمالك وهم بيسجلوا او بيقودوا فرقه تانية، الزمالك لو خسر المباراه اللي جايه لا قدر الله، لو فتحنا جمله لا قدر الله مش هنخلص على اللعيبه في الداخليه اللي كان 3 4 بيتم التفاوض معاهم دفعه واحده قبل ماتشهم. الاهلي لما تفاوض مع سموحه تفاوض مع المهندس فرج عامر، ورئيس النادي طلع بلسانه لو في وقت هنسمعكم مداخلته هو بيشكر الاهلي على الاجراءات وعلى التفاوض معاه بشكل مباشر، ووصفها ساعتها بالعلاقه الراقيه الحضاريه المحترمه. بعدين ما بيقول انا كنت بوجه للزمالك كان طبيعي ده هو. وهل لما الكابتن طارق قال انا كنت خلاص مودي الزمالك، بس رئيس نادي الزمالك كان له راي وامير مرتضى كان له راي وهم احرار في موقفهم، ما حدش يقدر يحجر على راي حد. طب اقول لك لكن حاجة، لما توديه الزمالك يبقى أقول كويس. اقول لك سر، لما جينا الصفقه تمت، فبعد ما تمت فكابتن والجهاز الفني قالوا هو هيلعبه عمرو بركات، لان كان في اصرار لازم بالليل ياخدوا البطاقه بتاعته. فاتكلمت انا مع المهندس فرج عامر قال لي لا ما فيش اي مشكله ما يلعبش. بعد شويه قال لي الجهاز الفني مصر، قلت له خلاص ايه المشكله؟ محدش على فكره حتى اللي بيتكلموا محدش بيذكر ده للنادي الاهلي، انه لما بيعير لعيب واللي حصل ان انا خدت ياسر ابراهيم ما لعبش وهو خد عمرو بركات كابتن طارق ولعب. طب ما انت كنت بتتفاوض مع عمرو قبل الماتشين. الناس بتنسى وربما نحتاج نفكر الكابتن طارق يحيى في كلام سابق ليه وهو بيسعى لضم ياسر ابراهيم نفسه للزمالك. قال ياسر ابراهيم للنادي الاهلي. والله بص يا ابو هيبه الامور يعني بالنسبه لياسر رغبه الولد، احنا هقول لك بامانه كان في رغبه من عندنا ان هو يروح نادي الزمالك، وكان في رغبه من الولد في البدايه انه يروح نادي الزمالك، ما اعرفش ايه اللي غير رايه في الاخر وفضل النادي الاهلي، ودي رغبته. يعني الموضوع مش موضوع ان احنا فضلنا ده، لا بالعكس احنا كان في رغبه مننا احنا كجهاز فني والاداره برضو ان هو يروح نادي الزمالك، لكن الولد رغبته وقفت حائل بدون ان احنا. لا انت قلت حاجه مهمه معلش لازم اقف مع حضرتك فيها، انت قلت رغبتنا ورغبته. رغبته هو للنادي الاهلي. لا انت قلت رغبتنا ورغبته. ايوه ما هو ده الفيصل يا مريم. انت النهارده لو انت حتى قلت للعيب انت هتروح النادي الفلاني رغبتكم ايه يعني؟ رغبتكم ماديا ولا ايه لا بالزبط؟ لا لا انا قلت له انت في نادي الزمالك هتلعب وهتشتغل وهتبقى الامور بالنسبه لك افضل من نادي الاهلي شويه، انا قلت له كده وكنت بوجهه للزمالك، لكن ما هو الولد رغبته الاهلي، طب هنعمل ايه يعني؟ طب ما نقدرش نتكلم في حاجه زي كده، رغبه الولد هي الفيصل. طب ليه يعني طب ليه كابتن طارق ما وجهتوش ان هو يكمل في سموحه؟ انت مدير فني ومفروض انت محتاج اللعيب. يا كابتن مين اللي قال لك؟ هو الولد قال خلاص انا مش هكمل، انا مش هلعب في سموحه خلاص، يعني قال خلاص انا مش هكمل. ماشي. لا هو انا ما انا حاولت معاه ان هو يقعد في الاول يعني الموضوع كان بالنسبه لنا الاولويه لسموحه، لكن هو كان خلاص فصلت معاه وان هو خلاص هيمشي وانه مش هيجي تاني وانه مش طيب. وعمل وحصلت مشكله وخرجته من التدريب، يعني حصلت مشاكل قبلها بيومين ثلاثه قبل الماتش. بعدين برضه يعني كنت في فيلم هندي يعني. طبعا. طيب ايه اللي غير وجهه ياسر ابراهيم من الزمالك للاهلي؟ والله ما اعرف. انا ما اعرفش يعني، انا ما عنديش فكره، لان الولد اخر يومين انا ما كلمتوش، لان اخر يومين بالنسبه لي الموضوع خلاص قفل معايا. تمام. واستبعدته من مباراه الاهلي، لان طبعا مش معقول الراجل بالشعور ده يجي تلعب ماتش اهلي يعني. طيب. استبعدته من يا جماعه بصراحه انا لازم احترم في طارق يحيى حاجه، كابتن طارق يحيى لازم احترم فيه ولاؤه لنادي الزمالك في اي مكان بيروح. الراجل لا يخفي هذا الولاء. ومهما اتعمل فيه يعني يروح الزمالك مثلا ما يكملش ما بيزعلش ما بيغضبش. مدربين كتير بتزعل ودي انا شايفها حاجه كويسه ايجابيه في بعض المدربين اللي بيحتفظوا بمشاعرهم ناحيه ناديهم، بس مش ضروري انك انت تظهرها قوي كده وانت مسؤول في النادي
لدرجه انك انت في طلائع الجيش تقول وانا هلاعب الزمالك لا قدر الله بقى لو الزمالك خسر. يعني حتى لو طلعت فلتة منك، انما هذا الولاء خلاص مقدر، بس مش على حساب النادي الاهلي. من فضلك اللي قلته عن النادي الاهلي كان لا يليق، ولو انها قلتها خطف كده. طبعا استاذ مهيب حب يستدرجه انه يقول اي جمل اخرى، ايه اللي غير، كان نفسه يسمع اجابات تانية يعني. بس هو طارق برضو كابتن طارق يعني كان حصيف انه ما استدرجش في الحته دي، ايه اللي غير راي ياسر ابراهيم، كان عايز يقول له الفلوس مثلا، ما سمعش الاجابه دي. تاني، علاقات الناس ببعضيها لازم تكون احسن من كده في الوسط الرياضي. احنا بنخاطب جمهور، قيادات الانديه، المدربين، اللاعبين، لو التزموا الرساله هتروح للجمهور. لكن لما يبقى الكلام في مستوى القيادات بهذا التجاوز، قولوا لي الرساله اللي هتروح ايه. محمد بيكلمك عن رئيس نادي ورئيس نادي، سيبك من الصغار. مين محمود الخطيب زي ما قلت قبل كده؟ زي غانم سلطان، زي عادل مامون كان اشهر منه. كابتن غانم سلطان له كل الاحترام، لعب ومثل الزمالك وعرق في فانيلا وضحى، تأكيد له كل الاحترام. كابتن عادل مأمور جول في فترة طويلة لنادي الزمالك والمنتخب مصر، بس هو القياس بيهم الهدف منه التقليل من شأن الكابتن محمود الخطيب؟ لا، ده انت تبقى غلطان قوي. ده هو يبقى غلط في حق الاتنين كمان بجد، تبقى غلطان قوي، وتبقى غلطان اكتر لما نفكرك برأيك السابق في الكابتن محمود الخطيب. مجموعة أخرى من الصور على سؤال آخر، هذا هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، نبتدي بأول شخصيتين، حسن شحاتة ومحمود الخطيب، تختار مين؟ محمود الخطيب وفاروق جعفر. محمود الخطيب كمان. محمود الخطيب، اتنيناتهم زملكاوية ها؟ لا ماشي، ما أنت ما قال عليها، ما عنديش طيب. مشكلة. أوكي، مع محمود الخطيب صالح سليم. محمود الخطيب برضه طبعا الخطيب. صالح سليم طبعا، لكن محمود الخطيب قعد في ملاعب أكتر من صالح. طيب، إبراهيم يوسف ومحمود الخطيب. الله يرحمه إبراهيم محمود الخطيب. محمود الخطيب ده كان حدوته. عصام الحضري. محمود الخطيب عصام بقى هنخش في جامايكا، هو حتى اولاده قعدوا له جامايكا دلوقتي، محمود الخطيب طبعا. طيب حسام حسن والخطيب. محمود الخطيب اسطوره لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الاخر. تمام، بعد عنا ثلاث اسماء، هاني رمزي. محمود الخطيب. خلاص نقفلها نقفلها. اسطوره لن تتكرر. لن ولم تتكرر. سؤال اخير، محمد ابو تريكه. خلاص اذا مين محمد ابو تريكه؟ محمود الخطيب يا جماعه. اذا محمود الخطيب ده كان فنان. لا بصي، اخلاق وفنان ولاعب موهوب وربنا مديله، والكره تيجي في دماغه جون، وتيجي في صابع رجله جون، وتيجي مش عارف في كتفه جون. لا حاجه، محمود الخطيب ده حدوته. محترمي طبعا لحسن شحاته وفاروق جعفر وابراهيم يوسف، طبعا اقرب الى قلبي عشان زملكاويه، لكن انا ما اعرفش اجي. وطبعا صالح سليم اسطوره في الاداره، مش في الكوره، في الاداره. محمود الخطيب. نمسك على كده، اسطوره لم ولن تتكرر، اخلاق، موهبه، حاجه تانية خالص.